طيب خليني أروح مع حضراتكم للمغرب مرة تانية. هيكون معانا معالي السفير المصري طبعا في المغرب، السفير المصري ياسر مصطفى عثمان. أهلا بيك سيادة السفير، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك يا فندم، كل سنة طيبين. يعني لقاء بيجمع بين أشقاء، أعتقد مساحة المنافسة بينهم كبيرة، ولكن تظل الحقيقة في إطار من المودة ومن الاحترام ومن الإخاء، وده اللي احنا شفناه الحقيقة من اللحظة الأولى اللي وصلت فيها بعثة النادي الأهلي وفريق الكرة النادي الأهلي للمغرب. ده صحيح يا فندم، يعني من اللحظة الأولى فعلا ظهرت فعلا يعني المحبة وظهر الاحترام للنادي الأهلي وشهرة كبيرة لنجوم النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة. يعني الجمهور في المطار كان هو يعني البداية فعلا، يعني أزالت كل ممكن لو في أي حد عنده أي شك أو قلق، تم تمام أزيل تماما حتى من أول ما وصل المطار. ايوه حقيقي. خليني اتكلم مع حضرتك عن الاستعدادات في المغرب، ردود الافعال، الصحافه ازاي شايفه المواجهه المنتظره بعد يومين ان شاء الله؟ والله الصحافه هنا يعني كان مع الصحافه يعني المعتبره الكبيره كلها بترحب بالنادي الاهلي وشايفه ان النادي الاهلي قامه وان النادي الاهلي نادي يعني عريق وانه في علاقات قويه جدا بين النادي الاهلي وبين الانديه المغربيه، وبالتالي هي شايفه الموضوع في اطار الرياضه فقط لا غير، وفي اطار العلاقات اللي بين الرياضيه اللي بين الشعبين. فالروح حلوه والنبره كويسه، وبالتالي يعني كلنا يعني فعلا بنرحب بالروح اللي سائده حتى في الراي العام وفي الصحافه المغربيه. طبعا انا عارف طبعا، وده مش غريب على الدبلوماسيه المصريه في اي مكان، دعمها لكل الفرق الرياضيه اللي بتمثل مصر، واعتقد انه الاهلي يعني سفير الرياضه واللي بيشرف الرياضه المصريه. طبعا لازم اقول لحضرتك شكرا ولكل اعضاء البعثه الدبلوماسيه في المغرب على الدعم وعلى المسانده وعلى الدور الكبير اللي قمتوا بيه عشان يعني تسهلوا الامور على بعثه النادي الاهلي في المغرب. لا يا فندم ده واجبنا، يعني طبعا ده واجبنا ولا شكر على واجب. احنا متواجدين مع الفريق في التمرين دلوقتي وهنبقى معاه في الماتش ولغايه لما يركب الطياره ان شاء الله، وان شاء الله كده كله بيتم على خير ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. اتفضل كابتن اشرف. كابتن اشرف ممدوح نجم النادي الاهلي، بس معاك يا كابتن معالي السفير. سيد سفير مساء الخير، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت بقى في رمضان كريم. بكرر شكري طبعا مع 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 احمد لكل البعثه الدبلوماسيه هناك، ولكن عايزين نطمن بس جماهيرنا على الناحيه التامينيه هناك يا فندم، على لاعبتنا وعلى البعثه هناك. هل بتحصل مشاكل ولا هل الحكومه المغربيه قادره على التامين تماما في الملاعب المغربيه؟ هو حضرتك لغايه دلوقتي ما حصلتش اي مشكله، بالعكس هم استجابوا لكل المطالب التامينيه اللي طلبناها. احنا طلبنا تامين اضافي على البعثه، تأمين إضافي على الفندق، تأمين أي. إضافي على موكب الفريق، واستجابوا لكل حاجة بصراحة، يعني تأمين كامل بأعداد إضافية بكرم زيادة كمان. فمن الناحية دي بالعكس الاستاد بقى يا فندم، يعني في الملاعب المغربية بتحصل مشاكل أو أزمات هناك؟ والله حضرتك أنا يعني يعني الماتش متوقع طبعا إنه يبقى الاستاد مليان على الآخر. وهنا هم اليوم طبيعة في التشجيع، رابط المشجعين بيشجعوا بحماس وكل حاجه، ولكن كل حاجه في الاطار. يعني انا ما عملتش اي حاجه، ما تعودناش احنا في المغرب ابدا، يعني الذاكره ما لو ما خانتنيش ما شفتش اي خروج على النص قبل كده في ملاعب مغربيه. صحيح عندهم جماهير كره متحمسه جدا، وبشوف حتى ده بيحصل بين الوداد والرجاء المغربي، لكن ما شفتش حقيقه في الملاعب المغربيه في اي مناسبه خروج على النص. صحيح، هو زي ما حضرتك بتقول فعلا، هي هم جماهير متحمسه ولكن ملتزمه كمان. ايوه، وبتكون احترام كبير للنادي الاهلي والمصر. يعني انا يعني ان شاء الله ما فيش اي قلق ان شاء الله. طب خليني اسال حضرتك معالي السفير، بمناسبه الملعب والاستاد، هل بيتم او هل في دور للسفاره المصريه في تنظيم عمليه دخول الجماهير المصريه اللي هيكون عندها رغبه في حضور اللقاء في الملعب في الاستاد؟ لا، ده بيتولاه حضرتك في يعني الاستاذ محمد الخامس، في اداره ليه مشرف على هذا الموضوع بالتعاون مع نادي الرجاء. ولكن بيبقى في زي يعني مكان مخصص للجمهور المصري اللي هيبقى في اغلبه كله من الجاليه المصريه. اللي موجوده في المغرب ان شاء الله. والدخول اعتقد في حدود معلوماتنا هيكون بالباسبور، يعني بالنسبه للجمهور اللي هيحضر عشان يسال النادي الاهلي هيكون دخوله بجواز السفر.
ده لو في حد جاي من مصر، أيوة. انما الجاليه المصريه هتبقى عادي يعني، بيبقى لا يعني احنا معلوماتنا بتقول ان في جمهور من القاهره هيحضر ان شاء الله اللقاء مساند. عشان يساند النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله يوم الجمعه ان شاء الله. يبقى تمام ان شاء كده يا الله فندم، واحنا كمان هنتولى تامين الموضوع ان شاء الله ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا معالي السفير ياسر مصطفى، سفيرنا في المغرب، كل الشكر لحضرتك، ومره تانية كل سنه وكل بعثتنا الدبلوماسيه المصريه في المغرب بكل خير.